السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله يعطيكم العافية. الله يصبحكم بألف خير. أول إشي طمنوني، I will share my desktop. Can you see my desktop? Can you see the slide? آه دكتور مبين. شكرا. يلا نبدأ. بالمرة السابقة أو بالمحاضرة السابقة تحدثنا وحكينا عن الليد ديسكفري، وحكينا وقلنا بعض الميثودز، هاي ثروبوت سكرينينج، وون بامب ليانو ابروتش، وتحدثنا كمان عن الماس سبكتروسكوبي اي اس اي. هذه اللي احنا غطيناها عباره عن بايو اسيز، خلينا نقول من كل حق الورده اخذنا. لكن اذا بدنا نتحدث عن كل البايو اسيز او معظم البايو اسيز التي تستخدم في الدراغ ديسكفري ما رح نخلص، لكن هذه كانت أمثلة بسيطة اتطرقت لها كيف بنكتشف الليد. نيجي هلأ يا جماعة على آخر درس من دروس شابتر 1 الدراغ ديسكفري. ما هي طرق الدراغ ديسكفري؟ يعني أنا بدي أعمل الدراغ ديسكفري، ماشي، بدي أبدأ مشوار الدراغ ديسكفري، كيف أكتشف الدراغ؟ كيف أبدأ مشواري؟ خمس طرق معروفة عالمياً عشان أبدأ لدرج ديسكفري. أول طريقة إحنا تحدثنا عنها وتطرقنا لها قبل هيك، اللي هي راندوم سكرينينج. إيش هذه راندوم سكرينينج؟ متذكرين يا جماعة الرسم الكاريكاتيري تبع دكتور أرنولد في الخمسينات وهيك؟ آه، هي راندوم سكرينينج. بقول لك معظم الأدوية والاكتشافات الدوائية كانت تتم بالزمنات ولا تزال تتم عن طريق الراندوم سكرينينج. إنه الدراج، تخيل الدراج وتخيل تارجت، حطيناهم مع بعض، أنا بستنى النتيجة. الدراج إما هيت ذا تارجت، إذا الدراج عمل هيت للتارجت معناته ارتبط معاه، معناته إنه هذا التارجت لهذا الدراج صابت. طب إذا الدراج ما عمل هيت للتارجت، معناته هذا التارجت لا يخص هذا الدرج، معناته هذا الدرج ممكن يستهدف تارجت ثاني زي ما انتم شايفين. بمعنى صابت صابت، خابت خابت، ماشي. هذا هو مبدا الراندوم سكرينينج. راندوم سكرينينج يا جماعه ما بتحتاج للتفكير، راندوم سكرينينج يا جماعه لا بتحتاج لتفكير ولا بتحتاج لتطوير، واني انا امسك هالورقه او القلم اقعد افكر واعمل ديزاين واقعد احدد الهيئه. يا جماعه انه بعندي شله هالتارجتات وعندي مجموعه هالمركبات اللي مش معروف لها اصل منفصل، مش قصه هيك، مش معروف لها تارجت، مش معروف لها زبون بمجموعه التارجتات اللي ترتبط معاه. انا ما بعرف هاي المركبات بايش ممكن ترتبط، ماشي. وبالتالي هاي المركبات اكبها، طب ما صدقت على الله، الله بعت لي اياها اما من السينثيسز او من مين، او من النيتشر. اذا هي بتكون للكومباوندز اللي مش كتير مهم استراكشراتها ولا كتير مهم ساراتها ولا عندي سار اساسا. يعني انا بطلع على المركب انا لا بعرف السار تبعه، اول مره اشوف هيك سار، اول مره اشوف هيك فانكشنال جروب، ما مرقش علي. اوكي، هاي جماعة الطريقة كانت متبعة من قبل 1935، وعلى فكرة هاي الطريقة لا تزال لأيامنا هاي موجودة، لكن بالزمانات قبل حوالي 80 سنة 70 سنة كانت هاي الطريقة الأساسية لأنه ما كانش في غيرها. لكن هلأ صار في خمس طرق، وهذه لا تزال موجودة في أيامنا الحالية لكنها لا تعتبر أساسية. طب مين هي الطريقة الأساسية؟ الطريقة الخامسة اللي هي الديزاين، هي أساس أي دراج ديسكفري في أيامنا الحالية. So إيش اللي بيحصل هون؟ بيحصل هون يا جماعة إنه بتجيني مركبات سينثيتك، هاي من وين مصدرها؟ شو أصلها؟ سينثيتك كيميكالز أو ناتشورال برودكتس، ماشي؟ هاي السينثيتك كيميكالز أو الناتشرال برودكتس بتم الحصول عليها
لكن بتطلعوا على استركتشراتها وبيفصلوها، بتطلعوا يا جماعة على استركتشراتها، ما بعرفوا لها تارجت ولا بعرف لها ولا بيشبه حدا. طب ما بيشبهوا حدا، طب من هون لهم ما بيشبهوا حدا من الأدوية اللي بنعرفها. وهون عاد بدي أحكي قصة. قبل ما أحكي قصة يا جماعة أذكركم من وين السينثيتك، من وين السينثيسيس بتيجي. أقول لك بيكونوا جماعة الكيمياء بيعملوا سينثيسيس لمركب معين، بيطلع برودكت يسمى الباي برودكت. شو يعني باي برودكت؟ يعني مركب ثانوي، مش المركب الأساسي اللي بدهم يصنعوه. لا، هم بحصلوا على المركب الأساسي لكن بحصلوا معاه على باي برودكت. طب هذا باي برودكت يكبوه؟ لا، بيحتفظوا فيه، يقولك بلكي بلزمنا. طب يا ما ناس جماعة الميديسينال كيمست والسينثيتك كيمست يا ما عملوا تفاعلات، ماشي، بدهم مركب معين بيطلع لهم فجأة مركب تاني. طب شو هذا المركب الغريب اللي طلع؟ شو هذا المركب يكبوه؟ لا، بيدوروا على طريقة تانية يصنعوا مركبهم اللي في بالهم. لكن هذا المركب اللي حصلوه من هذا التفاعل والله ممكن يكون نعمة كبيرة، ممكن يكون براءة اختراع وإحنا مش عارفين. نيجي هنا للنيتشر. النيتشر يا جماعة بندلوا يا جماعة على نبتة معينة، جماعة الفايتو بيشوفوا فيها إيش، بيشوفوا بيحسوا إنه هاي النبتة إلها يعني pharmaceutical and biological activity. بيفصلوا مكونات النبتة، بيفصلوها، بتعرفوا flavonoid زي essential oil non essential oil ما بعرف إيش كذا إلى آخره. طب بعدين بعد ما يفصلوهم حوالي 20-30 مركب موجودين في النبتة يكبوهم؟ لا. طيب عرفوا مركب واحد هو صاحب البيولوجيكال اكتيفيتي، طب باقي ال 29 مركب يكبوهم؟ لا، انا بحكي عن باقي ال 29 مركب، هذول ما بيكبوهم، بدوروا لهم على تارجتات، بل كلهم بيرتبطوا بشي تارجت من التارجتات وبيطلعوا واحد منهم او اثنين بروميسينج دراج. هذه هي الفكرة. صابت صابت، خابت خابت. نبدأ بالناتشرال برودكت وقصة اكتشاف التكسول. التكسول يا جماعة أو اسمه العلمي باكليتاكسيل، هذا عبارة عن ناتشرال برودكت تم اكتشافه عن طريق الراندوم سكرينينج. هو مش مكتوب بالسلايد، اكتب انت باكليتاكسيل أو تكسول، يو كان جوجل ات وتقرأ عنه. هو بأيامنا الحالية نمبر 1 في علاج البريست كانسر، قد ما هو بوتنت، ماشي، البوتنسي له عالي. طيب شو القصه؟ القصه يا جماعه هم في مختبرين جنب بعض، مختبر البيوفيزيكال ايفالويشن، عارفين شو يعني بيوفيزيكال ايفالويشن، ومختبر جنبه اللي هو مختبر يمكن الخلايا البيولوجيكال ايفالويشن، ما ادري عرفت علي كيف، عنده تارجتات ان فيترو. المختبر الأولاني هذا المعني بالبيوفيزيكال والبيوفيزيكس الفني تبعه بإيش معني؟ بدراسة الصفات الفيزيائية لأي مركب يجي. فبالصدفة إجته فايل من سموير، هذا الفايل مكتوب عليه ناتشرال برودكت. الفايل هاي جواها نون إسينشال أويل، زيت، مش بس زيت عادي، زيت كثيف كثيف كثيف، تقولش زي زيت السيارات، زيت كثيف جداً. المهم الفني تبع المختبر طلع على هاي الفايل، طلع على هذا الزيت، حاول يدوبه بأي طريقة من الطرق، بأي سولفنت من السولفنتس المعروفة في المختبر، حاول يدوبه في مي، ما دبش، إيثانول، ميثانول، بأي مادة، بأي سولفنت، بولر ولا نان بولر، بروتيك أبروتيك سولفنت، أي نوع من أنواع السولفنت، ما دبش، it doesn't dissolve in anything، يعمل تركيبات، يعني يعمل ميكسينج بين المي والإيثانول، يعمل ميكسينج بين الأثيل أسيتات والميثانول، يعمل هل الأويل هذا الكثيف إنه يدوم ما بيدوم. بالأخير الفني طلع على هذا الفايل وقال شو هالقرف هذا، سوري عن هالكلمة، شو هذا؟ قام حط الفايل، الحمد لله ما كبهاش، حط الفايل بدرج ونسيها، وبلشت المركبات تنهال عليه لهذا الفني. كل ما يدوب معاه مركب كذا يكتب فيه تقرير يبعثه للمختبر اللي جنبيه اللي هو مختبر الانفيترو، ويبعثه حوالي بعت 1000 مركب، دخل على هذا المختبر حوالي 1000 مركب للسكرينينج، ولا مركب من الألف مركب بالانفيترو صاب، ولا مركب طلع اكتف، ولا مركب. بالاخير الباحث الموجود في الانفيترو اتصل بالفني
قال له ما فيش مركب هيك ولا هيك، قال له لا، قال له اي شيء، ما في زباين، قال له لا، قال له بس بدي احكي لك شغله، انا بعثت لك 1000 مركب ولا مركب اكتف، قال له ولا مركب اكتف ولا مركب، قال له انا عارف، قال له اي شيء تحصل عليه احكي لي، قال له لحظه في فايل فيها اويل بس انت ما لك مصلحه فيها، قال له اويل شو مصدره، قال له نيتشر، قال له نيتشر وساكت عليه، قال له بس انت ما لك مصلحه، it doesn't dissolve in anything، ما لك مصلحه فيه، قال له انت مالك، ابعت الفايل، قال له بدبش هذا الاويل بدبش بشيء، قال له ما إلك دخل، ابعته، ضلوا ورا هذا الأويل حتى دوبوه، عملوا له فورميلا هيك كذا 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 وجربوه على الخلايا، وكانت المفاجأة very very active and potent ضد الخلايا السرطانية كلها إذا ما كان معظمها. ولحد الآن شوف كيف الاكتشاف، والآن الباكليتاكسيل في أيامنا هاي هو نمبر 1 بعلاج البريست كانسر. هاي قصة من قصص الناتشورال برودكتس. أنا تعاملت مع الباكليتاكسيل لما كنت في بريطانيا، ولما تعامل عارفين يا جماعة الاي دي 50 بلاش جي اي 50 بلاش اي دي 50 الافكتيف دوز إله قديش؟ 3 نانو مولر، 3 نانو يعني 3 في 10 قوة ناقص 9 مولر، هذه الـ ED50 الـ effective dose إله، شوف قديش potent وقديش active natural products. تعالوا يا جماعة على قصة تانية بخصوص الـ synthetic chemicals، وهذه يا جماعة حصلت هون في الأردن مع عالمين اثنين، الدكتور أحمد الفاروق الله يسهل عليه كان باحث وكيمست بشركة دار الدواء بمختبر أبحاث في شركة دار الدواء مع صديقه اللي هو البروفيسور الآن بروفيسور معتصم طه الحوامدة بالجامعة الأردنية بكلية الصيدلة. بروفيسور معتصم طه الحوامدة أول من أدخل الإنسيليكو على الأردن، أول من جاب برامج الموليكولر موديلينج والإنسيليكو على الأردن ماشي، وهو يعتبر الديزاينر الأول في الأردن، هو طبعا ميديسينال كيمست وديزاينر. اوكي اللي حصل ايش اللي حصل؟ اللي حصل يا جماعه انه احمد الفاروق، دكتور احمد الفاروق او بروفيسور احمد الفاروق، ايش وظيفته في دار الدواء؟ يصنعوا الفورمولا الكيميائيه او الستراكشرال فورمولا للدواء او يعني الاكتيف انجريدينت للدواء اللي بتطلبه الشركه منهم علشان البايو ايكوفالنت وابحاث البايو ايكوفالنت عشان يعملوا فورمولا خاصه عشان يصير هذا الدواء محلي. بدهم يشتروا الاكتيف انجريدينت من برا، ليش؟ لانه بيكون الاكتيف انجريدينت هذا غالي جدا، غالي على الشركه، مش بسهوله الشركه العالميه اللي تعبت عليه وطورته في اوروبا او في امريكا مش بسهوله تبيع الاكتيف انجريدينت تبعها، مش بهالرخص هذا، لا بدك تدفع ماشي. شو عملوا هم؟ قال وليش احنا نندل على الكيميكال ستراكشر للاكتيف انجريدينت والله ونصنعه محلي، نجيب مديسنا الكيمس شاطر يصنع لنا اياه. هذه كانت وظيفه احمد الفاروق بدار الدواء. المهم احمد الفاروق يا جماعه عمل عده معادلات وعمل عده تفاعلات، يطلع الدراج، يطلع الاكتيف انجريدينت، لكن يطلع معاه الباي برودكت اللي حكيت لكم عنه، ياخذ الباي برودكت يفصله ويعمل له تنقيه ويعمل له ايدنتيفيكيشن ويحتفظ فيه، ما يكبوش، بكبوش إشي، اوعى تكب إشي، هذا هو الشعار، ما تكب إشي قد يكون بروميسينج. المهم ضلوا على هاي الحال سنين وسنين لحديت ما صار معاه حوالي 100 باي برودكت، مش الدواء الأساسي، لا الدواء الأساسي يصنعه ويعطيه للشركة، لكن الباي برودكت ما كان يكبها، كان يحتفظ فيها بفايلز، يحتفظ فيها بهالراك بالخزانة بس، لحد ما صاروا 100. هدول 100 يا جماعة مش معروف لهم أصل من فصل، يعني مش معروف لهم تارجت ولا معروف لهم مرض، السار تبعتهم جديدة، الفانكشن جروبس تبعتهم وتقسيماتها وتوزيعاتها جديدة،
المهم اتصل الدكتور أحمد الفاروق ببروفيسور معتصم طه، قال له هيك 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 القصة. قال له طيب دكتور معتصم، حكى له طيب ارسم لي اياهم على الكم درو 2D ستراكشر وبعث لي اياهم بالايميل. رسم له اياهم ال100 هذول 100 ستراكشر وبعث له اياهم بالايميل. واجرى الدكتور معتصم الحوامده التجارب الانسيليكو، يعني تجارب على الكمبيوتر، عملهم سكريننج في الكمبيوتر لانه عنده موليكولار موديلنج لاب وعنده الانسيليكو، عمل تجارب الانسيليكو على هذول ال100 وكانت المفاجاه 60 مركب من الميت مركب طلعوا برتبطوا بتارجتات. كان عنده آنذاك، هاي القصة يا جماعة مش عارف يمكن حصلت في 2005 يمكن حصلت في 2006 هذا الحكي أنا بحكي لكم إياه. القصة هاي حكت لي يعني يمكن ب 2010 حكت لي أو 2009. المهم كانت المفاجأة كم تارجت كان عند الدكتور معتصم. عند الدكتور معتصم كانوا 9 تارجتس، وكل تارجت عن مرض، إشي سكري، إشي ضغط، إشي كانسر، إشي كذا. جربهم سماهم هدول التارجتات الأقفال، وسمى المركبات هاي المفاتيح. المفتاح يا بيفتح القفل يا ما بيفتح القفل. عارفين أنتوا مبدأ القفل والمفتاح، أجونست وأنتاجونست، عارفين. المهم عمل تجارب الإنسيليكو 60 مركب من 100 مركب طلعوا برتبطوا بتارجتات. طيب عارفين هدول 60 مركب خلقوا كم بحث؟ خلقوا 60 بحث. ليش؟ لأن كل مركب يا جماعة مستقل بذاته، ما فيش مركب بيشبه الثاني بالسار، ما فيش مركب بيشبه الثاني بالستركتشر، ما فيش إشي بيشبه الثاني. وبالتالي احكوا لي يا جماعة هلأ أنتوا كملوا المشوار، مفروض بتعرفوه، كملوا المشوار. هلأ اللي حصل أولاً سينثيسيس، المركب موجود، يعني ما فيش داعي ان انا اتكبد عناء السينثيسيس، المركب موجود. اثنين، انعملت له دراسات الانسيليكو وطلع المركب من هدول من جماعه من الستين مركب، طلع المركب بايندينج لتارجت معين او لتارجتين. شو الخطوه اللي بعد هيك؟ الخطوه اللي بعد هيك ايوه الفيفو صح؟ الخطوة اللي بعد هيك حدد إن فيترو، حدد اللي هي الفيسات الهيوم تري فيس أو الفور فيس. بشتري التارجت، شكرا كتير يا جماعة على المشاركة. بشتري التارجت ماشي، مش بتقول الدراسات الإنسيليكو إنه ارتبط في تارجت. بشتري التارجت ماشي، وبعمل البايو فيزيكال ايفالويشن، بشوفه فعلا بحقه حقيقي. بعمل البايو اسي، اي بايو اسي؟ احكوا لي بايو اسي. ماس سبكتروسكوبي اي اس ار، هذه اسهل بايو اسي يا محلاها، 24 ساعه بتاخذ. بشتري التارجت، بعمل بايو اسي وبشوف في بايندينج ولا ما في بايندينج. كمان بايو اسي اخرى بتخص التارجت، البايندينج لهذا التارجت بعملها وبشوفه بايندينج بحقه حقيقي أو not binding. بعمل بايو أسي تالتي عشان أطمن binding أو not binding. طب دكتورة هذا إيش معناه؟ معناته يا جماعة أنه دراسات الإنسيليكو لحالها لا تكفي، هي دراسات كمبيوترية، والكمبيوتر وبرنامج الكمبيوتر حسب دقته وحسب الريزوليوشن لهذا البرنامج بيعطيك النتيجة. لكن هذا لا يعني انه كلام البرنامج هذا منزل، لازم بايدي اشتغل الانفيترو واشوف بعيني انه بايندينج بالبايو اسي ماشي. طيب دكتوره طلع بايندينج وبعدين؟ والله اذا كان انتي كانسر ولا بحتاج لخلايا جذعيه او خلايا سرطانيه او خلايا نورمال من هون ومن هون، بجرب على الخلايا وبشوف، بضلني شغال على انفيترو اذا نجح في كل شيء او سطر نجاحات منيحه على الانفيفو عدل عشان اشوف التوكسيسيتي والادمي، نجح في ان فيفو على الكلينيكال عدل وهكذا. شفتوا كيف الراندوم سكريننج ولا تزال بايامنا هاي. هنا كمان هنا مثال تو امبورتنت انتي بايوتكس، ستريبتومايسين انتيتراسايكلينز ماشي، هذول كمان وير ايدنتيفاين ان ذس واي. اوكي اقروا عن ستريبتومايسين،
اقروا عن تترا سايكلينج كيف طريقة الديسكفري تبعتهم، اتثقفوا. يا جماعة ما في دواء بتبيعوه بالصيدلية أو موجود في الماركت إلا إله قصة اكتشاف، ماشي؟ قصة اكتشاف، إما راندوم إما نان راندوم إلى آخره. هذا فيما يخص الراندوم سكرينينج. بيجي يا جماعة على الطريقة الثانية اللي هي عكسها، نان راندوم أو تارجيتد، إلها اسم ثاني، أو فوكست سكرينينج. شو قصة فوكست هاي وتارجيتد ونان راندوم؟ طب إحنا عرفنا الراندوم، شو هو النان راندوم؟ دكتورة هو ديزاين؟ لا مش ديزاين. طيب هو عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن المثل القائل يخلق من الشبه 40. والله اه بيقول لك برضه من هذا سبيسيفيك، يعني برضه ايش في انه بيجي المركب الكيميائي اللي هو مصدره اما نيتشر او سينثيسيس، نفس المصادر اللي ذكرناها قبل شوي ونفس القصه. بيجي هالمركب الكيميائي لمين؟ لميديسينال كيمست وديزاينر موهوب شرواكم. بيجي المركب الكيميائي بيجي مرسوم على ورقة صح 2D، بتطلع هالموهوب، هذا الباحث الموهوب بتطلع على الستركتشر بيقول ياه بيشبه لبروفن، والله بيشبهه، والله هاي هسار، بس أنا أول مرة يعدي علي ستركتشر زي هيك، بس في شبه من لبروفن. بمجرد ما هذا الباحث المتميز ينطق بالجوهرة، بمجرد ما ينطق بهاي الجملة بس، بيشبه فلان من الأدوية، صار بحث، صار دراج ديسكفري. كيف؟ هاي هي، ما هاي هي نان راندوم، هي هاي. مثلاً بمجرد ما يقول ياه بيشبه والله الأنتي فيرال الفلاني، أزيدو ثايميدين مثلاً، والله بيشبهه، والله بيشبه الأنتي كانسر العلاني. بمجرد ما ينطق بهالجوهرة اتحدد مين؟ المرض، وتحدد مين؟ التارجت، وتحدد مين؟ الليد. طب مين الليد؟ هو مش قال بيشبه فلان، مش فلان هذا هو الليد. طيب وبعدين ايش نعمل؟ ابدا، بعمل دراسات الانسيليكو. وماذا بعد ذلك؟ قولولي، بعمل دراسات الانسيليكو على التارجت، وبعمل دراسات البايو الانفيترو اللي هي بايوفيزيكال ايفالويشن، بشتري التارجت اللي انا شاكك فيه، ابو يشبه مش يخلق من شبه 40، بشتري هيك هيك ببدا بحس هيك، ماشي. اذا شو بتتحدث هذه الفقره؟ بتقول لك تتحدث عن كومباوند هافينج فاو سيميلاريتيز تويت لأكتف كومباوندز، يعني فيهم شبه من كومباوندز معينين. وإيش كمان؟ أو بيشبهوا كومباوندز معينين، بيشبهوهم لكن في عندهم different functional groups غريبة، هاي اللي مثيرة للجدل. طيب شو نعمل؟ لازم نقطع الشك باليقين، لازم نعمل دراسات عشان نعرف هاي الكومباوندز إيش. هاي الكومباوندز يا جماعة، هاي طريقة ما هياش راندوم، هاي الطريقة أنا عارف للتارجت، واثق قد ما مرقت عليه مركبات وقد ما عملت دراسات على هذا التارجت، أنا عارف هذا التارجت وعارف ليداته، هدول الكومباوندز بيشبهوا الليدات المعينة. خلاص إذا هون عاد اسمها مش نان راندوم، مش راندوم، صار اسمها نان راندوم أو تارجتد أو فوكست. هيك ببعد الباحث هيك فوكسينج، بتطلع على الستركتشر والله بيشبهه، والله شايف هاي الجروب، والله شبه هاي الجروب اللي موجودة في الليد الفلاني، والله هاي بتشبه هاد، والله كلها تقطيعه كلها وبتشبه والله الفولترين. إذا هذا إنسان ممكن يكون بروميسينج، ممكن يكون مش بروميسينج. إذا لازم نقطع الشك باليقين، نشتري الكوكسات، كوكس 1 وكوكس 2، نعمل البايو أسي، والله الكوكسات موجودة بإنسيليكو، نعمل دراسات إنسيليكو على كوكس 1 وكوكس 2، ماشي؟ وهكذا. هذه هي الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة ميتابوليزم ستاديز، وهذه بتسطر مفاجآت وين؟ بالإنفيفو. كيف يعني؟
من مفاجآت الانفيفو يا جماعة، اللي هي الميتابوليزم، أكثرها الميتابوليزم. إيش بقول لك؟ بقول لك بكتشفوا إنه الدراج مش هو الأكتف بالانفيفو. ما مين بكتشف لهم هالحكي؟ الانفيفو بكتشفوا يا جماعة إنه الدراج مش الـ مش الـ مش الأكتف. تعال، مين الأكتف؟ مين اللي أعطى الأكتيفيتي في إنفيترو؟ صدق وآمن بالله إنه الميتابولايت. بكتشفوا إنه الدراج مش الأكتف، الدراج ميتابولايتو هو الأكتف. إذا نصف هذا الدراج اللي مش أكتف، شو اسمه؟ برودراج. ماشي؟ لما بيكون الدراج مش أكتف لكن ميتابولايتو هو الأكتف، شو اسمه الدراج؟ اسمه برودراج. بدخل الجسم، وأنتوا فاهم عارفين كويس إيش يعني برودراج وإيش أهميته بين الدراجز. هذا إشي كتير مهم. برودراج بيكون دراج معمول على إنه ما يمارس الأكتيفيتي تبعته أول ما يدخل الجسم. ليش؟ بيكون معمول بصياغة كيميائية وستركتشرال فورمولا اللي تقاوم تأثير الجسم عليه من بي اتش، من كذا، من إنزيمات. بعد ما يعدي بر الأمان يدخل على بي اتش معين، يدخل على وسط معين، بيستنى إنزيم معين بهاي المرحلة. ماشي؟ بحوله للدراج، بعمله ميتابوليزم، بحوله من إستر لا إيش؟ لكربوكسيليك أسيد. صح ولا لا؟ هاي هي. بمجرد ما يصير كربوكسيليك أسيد بيصير الأكتيف. بس الكربوكسيليك أسيد هو عبارة عن إيش؟ عن الميتابولايت لمين؟ للإستر اللي هو برودران مثلا، يعني أكيد مرقت عليكم هيك شيء. طيب، والمفاجأة الثانية اللي بتحصل لها، المفاجأة الثانية يا دكتورة، إنه بيكون الدراج أكتيف وميتابولايتو أكتيف، لكن الدراج عنده سايد إفكتس مش حلوة، لكن ميتابولايتو عنده نفس الأكتيفيتي لكن ما عنده سايد إفكتس، ما عنده سايد إفكتس خالص. حنختار ينزل السوق الدراج الأكتيف أبو سايد إفكتس مش حلوة، ولا الميتابولايت الأكتيف عنده نفس الأكتيفيتي لكن ما عندهش سايد إفكتس؟ مين حنختار؟ أكيد طبعاً حنختار الميتابولايت اللي ما عنده سايد إفكتس ينزل السوق، صح؟ إذن اكتشافات الميتابوليزم بتكون كالتالي: إما الدرج اللي أنا شغال عليه اللي عملت له ديزاين وما ديزاين وكذا وتعبت عليه، ولا إجاني من هون ولا من هون، إما بيكون هو نفسه مش أكتيف، ميتابولايتو الأكتيف، وبالتالي أنا بعتبره برودرج وهذا إشي منيح. أو بيكون الدرج أكتيف لكن عنده سايد إفكتس مش حلوة، لكن ميتابولايتو أكتيف عنده نفس الأكتيفيتي لكن ما عنده السايد إفكتس، فبختار الميتابولايت ينزل الماركت. وعلى سبيل المثال، على سبيل المثال يا جماعة، بجوز مرق عليكم سولينداك. سولينداك يا جماعة عبارة عن إنسيد. تطلعوا شوفوا مين بيشبه الإندوميثاسين بشكل كبير. هاي سولينداك، أوكي، هو عبارة عن إنسيد أنتي إنفلاماتوري دراج. ماشي؟ اكتشفوا، شايف هالسار الحلوة؟ بالله عليك شايف هالسار؟ أوكي، كل هذا كربوكسيليك أسيد، إندول، فلور، ميثيل، هذه كلها سارات. ماشي؟ طب دكتورة ليش شايف هذه؟ شايف هاي الميثيل؟ سوري الفينيل؟ شايفها؟ شايف الدبل بوند هاي؟ هذه كلها سار، كله المركب سار من سارات الإندوميثاسين. هو ما مش فارق كتير عنه لإندوميثاسين. طب دكتورة ليش هذا إنأكتف؟ سبحان الله، والله سبحانك يا الله يا رب، اللي واقفة حاله هاي الأكسجين. لما يدخل السولينداك الجسم، ماشي، بيحصل له ريدكشن ميتابوليزم، ريدكتيف ميتابوليزم، ريدكتيف ميتابوليزم، ماشي، ريدكشن بيحصل له وبتحول لإيش؟ لريديوست ميتابولايت أو ريدكتيف ميتابولايت. هيو هذا هون. طب دكتورة شو الريدكشن اللي حصل؟ بتروح الأكسجينة بتصفي سلفايد، هذا اسمه هاي المجموعة اسمها سلفوكسايد. سلفوكسايد، ماشي، اس او دبل بوند، بتتحول مجموعة السلفوكسايد إلى سلفايد. لما بتحول الدراج إلى سلفايد يصبح أكتيف إنسيد. ماشي؟ هذا على المثال الأولاني. فسولينداك عبارة عن برودراج، لكن لما بيحصل له ريدكشن ميتابوليزم داخل الجسم يتحول إلى
الميتابولايت هذا which is active. شوف الفرق بين الميتابولايت والبرودرج تبعه، بس الأكسجين بس. سبحان الله. تعالوا يا جماعة على مثال تاني. مثال تاني يا جماعة اللي هو تيرفينادين HCl وفيكسوفينادين HCl. شو القصة؟ القصة يا جماعة، خلينا نشوف يا جماعة الاستركتشرات. الاثنين نفس الشيء، تيرفينادين HCl اللي هو الدرج وهو أكتيف، لكن إذا حصل له أكسيديشن في الجسم، إذا حصل له أكسيديشن في الجسم ماشي، إيش بعطيني؟ بتتحول هاي CH3 بفعل الأكسدة، بتتحول لإيش؟ لCOOH اللي هي كاربوكسيليك أسيد ماشي. فهذا هو الميتابولايت وهذا هو إيش؟ الدرج. الدرج والميتابولايت عندهم نفس الأكتيفيتي اللي هي نون سيداتينج أنتي هستامين درج، نون سيداتينج أنتي هستامين درج، وكمان فيكسوفينادين ماشي، هو برضو عبارة عن الميتابولايت وعنده كمان نون سيداتينج أنتي هستامين درج أكتيفيتي. أوكي؟ طب دكتورة شو الفرق يعني؟ ولك هذا تيرفينادين ممتاز، ممتاز، نزل السوق، نزل الماركت، بعدها بفترة انسحب. It was withdrawn from medical use. إيش السبب دكتورة؟ السبب يا جماعة اكتشفوا إنه بعمل drug-drug interaction مع مين؟ مع anti-fungus أو anti-fungal agent. هذا داخل الجسم بيحصل له ميتابوليزم بفعل الإنزيم، إنزيم عارفين أنتوا إنزيمات الأكسدة اللي في الجسم أوكي، وهذا يعني إنزيم بيعمل له أكسدة، بيحول CH3 هاي أول إشي بيحولها لكحول، وبعد الكحول برايمري الكحول بوجود برضو الإنزيم نفسه بتحول لألديهايد، والألديهايد بفعل الإنزيم نفسه بتحول لكاربوكسيليك أسيد. هذه قصة التيرفينادين وفيكسوفينادين. ليش يا دكتورة انسحب تيرفينادين من السوق؟ لأنه يا جماعة ما لاقم بعض البيشنتس. طيب اللي من هم هدول البيشنتس اللي بياخذوا سيرتن، حتى مش كل الانتي فانجل، اللي بياخذوا سيرتن انتي فانجل ايجنتس، فاي بيشنت من هدول كان بياخذ انتي فانجل ايجنت، هذا السيرتن انتي فانجل ايجنت اللي كان ياخده، اذا اخذ معاه تيرفينادين اللي هو الانتي هيستامين، هذا بالذات الانتي هيستامين، اذا اخذ معاه تيرفينادين ماشي بيصيبوا عدم انتظام بضربات القلب، abnormal heart arrhythmias، عدم انتظام بضربات القلب. ليش يا دكتورة؟ لأنه هذا الانتيفانجل ايجنت أول ما بدخل الجسم إيش بيساوي؟ بعمل بلوك للإنزيم، الإنزيم هذا بتعطل، وبالتالي تيرفينادين إيش بيصير له في الجسم؟ بتراكم، بطلعش برا الجسم. إذن أكسدة التيرفينادين مهمة، تيرفينادين جوا الجسم لازم يتأكسد ويعطوا فيكسوفينادين. وفيكسوفينادين يا جماعة زيادة الخير خيرين، فيكسوفينادين كمان بكمل مش المشوار العلاجي لأنه أكتيف، فبتكون برضو بعمل أنتي هستامين أكتيفيتي ونانسيداتينج، هذا المهم بنعسش أوكي. وبالتالي هذا يا جماعة، هذا اللي هو تيرفينادين HCl إذا تواجد في الجسم مع هذا السيرتين أنتيفانجل إيجنت، الأنتيفانجل إيجنت بيرتبط وبيعمل بلوك مع إنزيم الأكسدة، مع إنزيمات الأكسدة اللي بتأكسد مين؟ تيرفينادين. إيش بيصير لتيرفينادين؟ بتراكم في الجسم، بيطلعش، لأنه لازم يتحول للأكسيدايزد فورم أو الأكسيدايزد ميتابولايت عشان يطلع برا الجسم ماشي، فبتراكم، نتيجة تراكمه بيحصل عدم انتظام لضربات القلب. وبالتالي في زميلة إلكو سألتني يمكن مبارح، قلت طب دكتورة طيب نحكي للمريض، ما نعطيش المريض، ما نعطيش، يا
نحكي للمريض وما نعطيش المريض وننبه على المريض. طب إذا كان المريض مش متعلم كيف تنبهي عليه؟ كيف تقولي له ممنوع تأخذ أنتي فنجل فلان وعلان؟ كيف تحكي؟ أقول لك كيف تحكي له اسم واحد بس الأنتي فنجل، ابعد عن الأنتي فنجل الفلاني، هيحفظ؟ هيفهم؟ هذا أنت كصيدلانية ماشي؟ طب كدكتور افرض الدكتور بعرفش الدرج، الدرج انتر اكشن، افرض انه الدكتور مش مطلع ولا مطلع على اخر الاخبار ولا بيروح مؤتمرات الطبية شيء اللي بتعرض الأدوية الجديدة ولا إشي من هالنوع ماشي؟ وعطاه كتب له تيرفينادين، واضطر كمان دكتور تاني ما بيعرفش اللي هو الدكتور الأنتي فنجل كتب له هذا السيرتين أنتي فنجل، والدكتورين بيعرفوش انه في درج انتر اكشن، ما بيعرفوش شو حيصير للمريض. اوكي، وانت ايش عرفك لما انت تصرف الدواء سواء من الانتي فنجل ولا التيرفينادين، ايش عرفك ان المريض ما بياخدش الدواء الثاني اللي بيعمل معاه انتر اكشن؟ ريحوا راسهم وعملوا له ويدرون من الماركت خلص، لانه المريض ما راح يقدر يحمل مسؤوليه الدرج انتر اكشن. مين يحمل من المسؤوليه العادي؟ الشركه. خلص اسحبوا، ما تسببوا بعدم، يا جماعة عدم الانتظام بضربات القلب، انتم فاكرين هذا الشيء هين اللي بيصيبه يا جماعة بعيد عن السامعين؟ عدم الانتظام بضربات القلب معناته في مشكلة بكهربة القلب، بالكهرباء ماشي. وبالتالي يا جماعة علاجه أول إشي كورس كوردرون بالوريد. إذا القلب ما انتظم من كورس الكوردرون بلجأ طبيب القلب لإيش؟ للصدمات الكهربائية. هاي الصدمات الكهربائيه بحطوها للانعاش، لانعاش القلب، لانعاش الميت اذا مات. ايوه هي هاي علاج عدم انتظام بضربات القلب. اوكي، لا 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 لا، ينسحب من السوق احسن، ينسحب. مين نزله بداله؟ فيكسوفينادين يا جماعه ما عندوش السايد افكت هاي. طب ليش؟ قولوا لي إيش معنى يعني فيكسوفينادين ما عندوش؟ يعني كل هذا عشان CH3 تحولت لCOOH. أيوة احكي. لأنه دكتورة بيكون أصلا ميتابولايت. أيوة صح، يعني جاهز يعمل الأكشن without any enzyme. ممتاز صح، هو أصلا هذا ميتابولايت. أول ما يتكون بيروح على الهستامين بيسلم عليه وبيعمل له inhibition، وبعد ما يخلص من الهستامين بيمشي وبتمخطر، عارف طريقه للرينال سيستم، بقول لك يا جماعة أنا مش بحاجة لحدا يأكسدني، ما أنا مأكسد وجاهز، أنا مأكسد وخالص، أنا ميتابولايت، عارف إنه نهايتي على الرينال سيستم، والله توسعوا لي الطريقة أروح على الرينال، عرفتوا علي كيف؟ فهذا مش بحاجة لإنزيم يأكسده. أوكي، وبالتالي ما فيش درج إنتر أكشن مع الأنتي فنجل. ركزوا يا جماعة، بتيجي الأسئلة ما بين السطور، ممكن أنا أجيب هدول الاثنين وأقعد أسأل وأقولكم يا جماعة certain antifungal drug، معش هيك بتخطن أسئلة هيك فجأة في بالي، بطلع على السلايد وأقولكم يا جماعة هادو مين فيهم اللي بيطلعين السيستم مباشرة بوجود antifungal drug، antifungal agent، مين من تتوقع؟ ماشي، مين فيهم؟ تيرفينادين ولا فيكسوفينادين؟ واي؟ بسبب ايش؟ واحدة من الأجوبة راح تكون بسبب COOH. ماشي، واحدة من الأجوبة مش بسبب CH، بسبب الميثيل. انا بسمي الجروبس باسمها، مش يجي لما تقولي دكتورة انا عارف فاهم عليكي بنتي بس شاوريلي على الميثيل، شاوريلي على الايزوبروبيل وينها، شاوريلي دكتورة انت شاوريلي على الكربوكسيل، أنا والله فاهم عليك. لا يا جماعة، هذا الكلام ما بنفعنيش. أنت وصلت هلأ لسنة خامسة مش عارف الكربوكسيل من الميثل، من الهيدروكسيل مش عارف، من البيريدين، من البنزين مش عارف. نو، الكلام مرفوض. تعالوا يا جماعة على الرابعة. الرابعة يا جماعة شوي فني، بقولك يا جماعة بالكلينيكال بتظهر مفاجآت لا على البال ولا على الخاطر. طب شو هاي المفاجآت؟ بقول لك يا جماعة بفوت الدرج على الكلينيكال بتكون الشركة مبسوطة، بتستبشر خير، بفوت الدرج على الكلينيكال على سبة إنه يعالج مرض. ماشي، بيكتشفوا في الكلينيكال ترايلز إنه الدرج بيعالجش المرض، بيعالج مرض تاني، وبنزل السوق
على سبة أنه يعالج المرض الثاني. شفت النكتة؟ مثال على ذلك بقول لك هنا، إما هذا الدرج بيكون لك درج وبيكون دواء السعد على الشركة اللي طورته، لأنه بينزل السوق باكتساح، ماشي؟ بلم جميع الأصوات، أوكي؟ ماشي؟ وبيكون هو ما فيش بعده اكتشاف بسيط، اكتشاف عظيم. مثل إيش؟ مثلاً من الأدوية يا جماعة، عندك هنا الدرامامين. الدرامامين يا جماعة أصلاً تم يعني تطويره، والشركة طورت فيه والباحثين طوروا فيه على سبة أن يكون أنتي هستامين، وصدر نجاحات كبيرة بالإنسيليكو على إنفيفو على إنفيترو كذا، ودخل هالكلينيكال. مفاجآت الكلينيكال إنه ما بيشتغل على الأنتي هستامين، ما بيشتغل على الألرجي، مش مضاد حساسية، ما بيشتغل على الألرجي. أما فأسي لا، اكتشفوا بالصدفة إنه بيعالج الموشن سيكنس. شو يعني موشن سيكنس يا جماعة؟ في ناس بيصيبها دوار، بتصير العفو بيصيبها فوميتينج، ماشي؟ بتلوع نفسها، بتلوع معدتها، عرفت على كيف؟ بمجرد ما تتحرك مشاوير، بمجرد ما تركب سيارة ولا تركب طيارة ولا تركب باخرة، أو حتى إذا طلعوا مشيوا، اسمها الموشن سيكنس، أوكي؟ لأسباب معينة. هذا الدواء طلع بيعالج كل أنواع الموشن سيكنس، سواء كار سيكنس، سواء اير سيكنس، سواء كان سي سيكنس، دوار البحر، دوار الجو، هذول دوار البر. أول ما يطلعوا من البيت بخلص، هذول الناس بيتوتين، بيحبوش يتحركوا، بيحبوش يطلعوا مشوار، بيطلعوا نفسهم خلص، بيبقوا حتى بالمشوار مش طايقين حالهم، بتلوع نفسهم. وأكتر إشي هذا بيكون مع مين؟ مع كبار السن. خلص اتعودوا على قعدة البيت، وتعودوا خلص قدام التلفزيون، عارفين مشوارهم للمطبخ، العفو، دورة المي، كذا، البلكونة، أبعد مشوار بيروحوا البلكونة، خلص بيبقوا متعودين. تعالوا يا جماعة على المثال الثاني، فياجرا. قصة الفياجرا هاي نقلا عن زميلي إلي، حكى لهم إياها القصة هاي دكتورهم في جامعة العلوم والتكنولوجيا، قالهم القصة هاي بالتفصيل، قصة اكتشاف الفياجرا، وزي ما حكيت حكي لكم إياها. شو القصة هاي؟ عارفين يا جماعة عن الفياجرا؟ تم تطويره لا على سبة إنه يكون أنتي هايبر إنتنسيف إدرانكو، دواء ضغط يعني. شو وظيفته؟ عارفين شو وظيفته في الجسم؟ بيوسع الشرايين والأوردة الدموية، وبالتالي تدفق الدم يزيد تدفق الدم بهالشريان وهالوريد، ماشي؟ بوسعها. وعندما تتوسع الشرايين في الجسم في الرئة، ماشي، ايش بيصير في الضغط؟ بينزل سحر. فمريض الضغط ان شاء الله يطيب عليه، بس ما طاب عليه. ومش بس هيك، للانجينا، عارفين الانجينا الذبحة الصدرية، بيخفف من آلام وأعراض الذبحة الصدرية، هذا الفياجرا. الفياجرا يا جماعة لما دخل الكلينيكال found to treat erectile dysfunction، يعالج الضعف الجنسي عند الرجال. شو القصة؟ القصة يا جماعة أن الفياجرا سطر نجاحات بي انفيترو انفيفو وكذا، وبروميسينج دواء ضغط، يحلاله من دواء ضغط، بيوسع الشرايين كذا، هذا إذا وسع الشرايين، وقال له هذا بتقل الأنجينا، وبتقل ما بعرف إيش الضغط، وإلى آخره. دخل على فيز 1. عارفين يا جماعة أنه فيز 1 مين؟ هيلثي فالنتيرز. هيلثي، شنو هيلثي فالنتيرز؟ مش مرضى ضغط ولا مرضى أنجينا، أوكي؟ ما فيهمش ولا مرض، هدول أصحاء الجسم، وحبذا إذا كانوا ما بدخلوا، لا عندهم مرض رئة ولا إيش، عارفين هدول healthy volunteers. هلأ لما جربوه على healthy volunteers بدوز قليل، ماشي، نجح ودخل على الفيز 2، عدل على فيز 2 ترايل. هوبا، كانت المفاجأة، خير ما اشتغلش. جربوه على مرض الضغط، وجربوه على مرض ذبحة الصدرية، ما اشتغلش،
ما اشتغلش. يي علينا شو هالفأسة. طيب بعدين قال لك يلا يلا يا حبيبي روح روح يا حبيبي روح على بيت الديزاين روح روح شوف الخلل اللي فين. الشركة قالت لا 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 استنوا شوي يا جماعة استنوا. الباحثين شوف الشركة قالوا استنوا شوي يا جماعة تظلموش الدواء. هذا الدواء إذا دوبلناه دبل أو تريبل الدوز يبقى سيف ما إله سايد إفكت. إحنا مجربين والله والله. اعطوا الدواء مهلة. قالوا طيب حنعطي الدواء هذا مهلة لكن دواء هذا ما رح هذا ما بينت لا دواء ضغط ولا دواء أنجينا ولا لا اعطوا الدواء مهلة اعطوا فرصة نظر تشانس. شو المطلوب؟ انضاعف الدوز هاير دوز انضاعف الدوز. قال طيب على شرط. إيش هو الشرط؟ يرجع لفيز 1 يرجع للفولنتيرز. أوكي ماشي ضاعفوا الدوز دبل أو تريبل ورجعوا للفولنتيرز بفيز 1. وكانت المفاجأة. شو المفاجأة دكتورة؟ كيف؟ المفاجأة أنه الطبيب المقيم لاحظ شيء على الفولنتيرز الرجال. شغلة حصلت ما حصلتش بين السيدات الفولنتيرز. إيش هي؟ لاحظ أنه إذا تأخرت الحبة 10 دقائق ولا ربع ساعة الرجال الفولنتيرز يرفعوا سماعة التليفون ويطلبوا الحبة. إذا تأخرت الحبة عن موعدها. طب والله بدي أسألك سؤال. هلأ أنت فولنتير وبتقبض فلوس وقاعد في مستشفى ضيف ماشي على حساب المستشفى بيجربوا عليك دواء. تأخرت الحبة ترفع التليفون وبتطلبها. ها شو سر العشق بين الفولنتيرز هدول والحبة؟ اكتشف إنه في عشق وحب من الفولنتيرز لحبة الفياجرا. الرجال مش السيدات. لاحظ الطبيب المقيم الملاحظة هاي وخبر مين؟ الباحث الصيدلاني اللي طور الدواء. قال له هيك 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 هيك. قال له والله. طب السيدات؟ قال ما فيش خبر منهم. قال له طيب أكيد في شغلة أكيد في شيء أكيد في أمر. اسمع أخر الدواء نص ساعة أقول لك بدل ما تعطي حبتين في اليوم أعطي حبة. وتعال شوف الفولنتيرز الرجال كيف احتجوا. لا دي الحكاة. السيدات عادي مبسوطين يجعلها الحبة لا إجت عادي. إلا الحكاية فيها إن راح الصيدلان والطبيب المقيم عند الرجال عند المن. هلأ بدكوا تقروا إيش سر عشقكم لحبة الفياجرا؟ هلأ بدكوا تحكوا قرروهم. صاروا يضحكوا قرروهم وحكوا لهم. لما بتيجي الحبة منلاحظ prolongation of penile erections. What a lucky drug. قولوا لي يا جماعة الفياجرا هلأ في السوق ولا لا؟ في السوق number one لإيش؟ لعلاج الضعف الجنسي عند الرجال. وال أما هالشركة إلها حظ ماشي؟ طيب هاي هي جماعة قصة الـ يعني الاكتشافات. السؤال هلأ قبل ما أختم وهذه الطريقة الخامسة والأخيرة. هل أنا كباحث بدي أستنى الكلينيكال مفاجآت الكلينيكال؟ لا. هل رح أستنى مفاجآت الميتابوليزم؟ لا. هل أنا كباحث بدي أكتشف الدراج بدي أستنى الصدفة؟ صابت خابت اللي بعده واللي حستنى يخلق من الشبه 40. لا the main approach now in our days اللي هي rational approach وهي معتمدة على الديزاين. أشوفكم إن شاء الله يوم الأحد القادم على خير. بشكركم على حضوركم المتميز. شكراً كتير لحسن استماعكم. حياكم الله. بدكوا أي سؤال أي استفسار شباب الصبايا؟ إذن أشوفكم على خير إن شاء الله يوم الأحد. يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيكم وحياكم الله. مع السلامة. أهلا وسهلا.